جديد، اهلا بحضراتكم. كنا بنتكلم قبل الفاصل على المشكلات اللي مع العمال والوزارات، كيف يمكن حل هذه المشكلات وايه هي الوزارات اللي ليها مشاكل مع العمال او اللي متداخله مع العمال في مشاكل. اهلا بكم من جديد سياده النائب جمال عقبي. ايه المشكلات وايه هي الوزارات؟ في ثلاث انواع من المشاكل، ودي المشاكل ثلاث انواع من المشاكل اللي هي مأثره على الانتاج بصفه عامه، وان المعالي رئيس الوزراء امبارح اتكلم معانا فيها، والسيد رئيس الجمهوريه النهارده في الاحتفاليه اتكلم معانا فيها. ايه هما؟ اول حاجه قفل المصانع، المصانع المغلقه. اتنين في مصانع الالات بتاعتها مستهلكه او تهلكت. ثلاثه اللي هو السياح. لما نيجي نتكلم على المصانع اللي هي مغلقه، هنيجي الرئيس النهارده ادى 100 مليون لصندوق الطوارئ علشان على اساس، بالمناسبه انا عضو مجلس اداره في صندوق الطوارئ، على اساس يشوفوا حل او حلول ازاي المصانع دي تشتغل. وكان واحنا امبارح اتكلمنا مع معالي رئيس الوزراء وقلنا عملنا اقتراحات المصانع دي تشتغل ازاي. ممكن يخش مثلا رجال رئيس الوزراء استجاب، كان كذا اقتراح، كان مستجيب صراحه، كان مستجيب. اتكلمنا في كذا اقتراح، قلنا مثلا ممكن رجال اعمال يخشوا ويشتغلوا بنسبه، قلنا شركات قطاع خاص يخشوا ويشتغلوا على المهم، او في نفس الوقت ترجعوا تشغلوا المصانع تاني، يرجع يشغلوا المصانع تاني. وممكن انا قلت كمان اقتراح، قلت ان ممكن البنوك تمول المصانع دي، البنوك تخش وتمول المصانع دي، وفي الحاله ديت بس لكن عاوزين اداره حكيمه. ايه هي الوزارات اللي عندكم معاها دايما اشتباكات؟ احنا في بس انا هكمل بعد اذن سعادتك، عاوز اخش برضه في الحته دي. اصل انا عايز اخلص، اصل الوقت بيخلص معايا بسرعه. اي غزل والنسيج المكان بتاعها متهالك، وانت عارف ان الغزل والنسيج كان القماش كان بيتصدر للخارج، دلوقتي مفيش، اصبحت الامال حتى ما بقوش المرتبات. السياح وانت عارف ضرب السياح والحاجات ديت، ما فيش مرتبات، ودي من احنا من صندوق الطوارئ بنقدر ايه نسد بعض المرتبات ليها. اما لبعض الوزارات بقى اللي عامله في بعض المشاكل، هقول لسعادتك ككل بقى، وزير الكهرباء. يعني وزير الكهرباء اولا هديك مشكله بسيطه جدا، الممارسه. الممارسه لما بتيجي المواطن بيدفع 510 في 3 شهور، 510 يعني الشهر 170 جنيه. ايه تاني غير الكهرباء؟ لا انا هقول لساعتك، المواطن بيجي يدفع، بيجي بيستهلك كهرباء اكتر من 5000 جنيه في الشهر، لان بيشغل كل الثلاجات، كل الادوات الكهربائيه، اللومه كله. فبالتالي المفروض يدي موافقه بتركيب العدادات، وانا العين مكينه معايا اهوت ناس مقدمين على العدادات بقالهم سنه، وهو بيدي وعود وما بينفذهاش. الحته الثانيه لما نيجي نقول الانتاج والفلاح، القمح. القمح دلوقتي انا مستاجر ارض، ما عنديش حيازه، فبروح للشون. وزير الزراعه المفروض يدي تعليمات لرئيس مجلس اداره بنك التنميه، وزاره الزراعه والكهرباء. والكهرباء الحته الثالثه البيئه، وزاره البيئه. البيئه انت بتقول البيئه، انا ما اعرفش بيشتغل ايه دلوقتي. وزير البيئه بقول له لما الترع لما بيرموا فيها المخلفات ما بتعملوا، انتوا فين؟ وزير الري، اولا الفلاح البسيط اللي كان الاول بيسقي مرتين في الميه، بيجي له مرتين في الاسبوع ما بتجيش، ومره بالعافيه. اتنين الترع ما بتطهرش خالص. فبالتالي تقول لي دي بتاثر على انتاجيه الفدان في الزراعه، وبالتالي بتاثر على الانتاج العام.